أشار على أن الملف ما بين المغرب والجزائر هو ملف الصحراء الغربية، وللمرة ألف أقول له على أن الجزائر ليس لها أي دخل في ملف الصحراء الغربية، وبالتالي الجزائر لا تدعم الصحراء الغربية فقط، وإنما تدعم الصحراء الغربية وتدعم كل القضايا العادلة والقضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي. والجزائر لا تخجل أبدا أن تدعم حركة تحررية مثل حركة البوليزاريو. وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. والله إلا كيبقاو في هادو ما يسمون أنفسهم بالدكاترة والأساتذة الجزائريين اللي كيجيو دائما في الحوارات مع الأساتذة المغاربة، لا طريقة حوار لا كلام في المستوى، نفس الكاسيطة كتعاود عندهم من بومدين، مازال كيتكلموا غير على القرارات القديمة، القرارات الجديدة اللي صمكاتهم ما كيهضروش عليها، وبطبيعة الحال ما يمكنش يتكلموا على البوليزاريو وما يذكروش ليك فلسطين. وفلسطين ونحن معاه وظالمة مظلومة، كنقولوا للشعب الفلسطيني لا كرهوكم الشعوب العربية، راه مساخط والدين هما السبب، لأنهم طيبوا قلب الدول العربية. فلسطين ماذا قدمتم لفلسطين؟ لا شيء، في حين ما يقدمونه للبوليزاريو. يكفي أنكم تشوفوا الشعب الجزائري كيفاش كيعيش في أغنى دولة في إفريقيا، غادي تعرفوا شنو قدموا البوليزاريو، في حين أنهم لم يقدموا لكم إلا شعار ظالمة أو مظلومة. لدرجة مقدمة البرنامج كترش داك الهرطقات ديالو وداك الدخول والخروج في الكلام، قلت له سبحان الله طريقة الحوار ديالك مختلفة بشكل كبير على الأستاذ المغربي يحاول الصلح، يحاول بزاف ديال الحوايج، وانتم كلامكم كله يصب إلى المزيد من الاحتقان والمزيد من العداوة للمغرب. فنخليكم مع هذا الحوار، نتمنى تفعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنسوش تدعمونا بلايك، ناس مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. لما وصلت الدعوة إلى جلالة الملك المغربي، هو لديه السلطة التقديرية في الحضور إلى القمة العربية أو عدم حضورها، وهذا يبقى شأن داخلي بالنسبة للمملكة المغربية. إذا حضر الملك المغربي إلى الجزائر فأهلا وسهلا به، وهو مرحب في إطار العلاقات الدولية وفي إطار تعامل مع جميع الزعماء العرب، وهذا ليس شيء بغريب على الجزائر. ولو نرجع إلى تاريخ المملكة المغربية في مشاركتها في القمم العربية، لا نشهد كثيرا حضور الملك في القمم العربية، يكون التبديل الدبلوماسي سواء عن طريق رئيس الحكومة أو عن طريق وزير الخارجية. وإذا رفض الملك عدم الحضور إلى القمة العربية فهو كذلك شأن داخلي وسلطة تقديرية فيما يخص حضوره إلى هذه القمة العربية. نحن نتمنى أن تكون قمة شاملة وأن يحضروا على أعلى المستويات وأن يحضرها جميع زعماء العرب. فقط أريد أن أشير إلى أن الزميل عبد الحميد تكلم على خطاب العرش. حقيقة في خطاب العرش الملكي أشار إلى عد ابتعاد عن السب والشتم والمساس بالجزائر، لكن لاحظنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية المغربي جاء بخطاب مخالف لخطاب العرش، عندما أشار مباشرة إلى الجزائر بجملة من الاتهامات، لا سيما فيما يتعلق باللاجئين، وهذا شيء مرفوض سواء من قبل صانع القرار في الجزائر أو من قبل القانون الدولي. فيما يخص حقيقة لو نتكلم عن العلاقات الدولية اليوم، المنظومة العلاقات الدولية كلها مهددة، ولا مجال للحل إلا بوجود حوار والجلوس في طاولة واحدة، ولكن في المقابل هنالك أمور تعتبر مساس أولا بالسيادة الجزائرية، لابد أن يكون هنالك اعتذار صريح بما صدر من طرف المغربي بالنسبة للجزائر. وبالتالي أعتقد على أن موضوع إدابة الجريد ليس مطروح حاليا على مستوى الدولتين على حسب تصوري. فيما يخص هل ربما يمكن أن يتم طرح هذا الخلاف خلال اجتماع القمة العربية، أم ربما هو خلاف وأزمة أكبر من أن تحلها قمة عربية دكتور بهلولي؟ أكيد. لماذا؟ لأنه لو افترضنا على أنه طرح أمام القمة العربية سوف يكون فقط طرح شكلي، لابد أن نعود إلى معالجة الأمور جدريا
هذا هو الشيء الأساسي لكي نقضي على أي توتر. لابد أن نعالج الأمر جذريا، ليس نعالجه هكذا على مستوى السطحي وعلى مستوى الشكلي. فكانت هنالك محاولات لمعالجة الأمور ما بين الجزائر والمغرب، لكن عولجت فقط سطحيا، الشيء الذي لم يأتي بأثاره ولم يأتي بنتيجة. أنا على حسب تصوري اليوم الجامعة العربية بحد ذاتها تشهد تحديات كبيرة، أهم هذه التحديات أنها في ظل المتغيرات الدولية نستطيع أن نقولها أنه لابد من إصلاح جامعة الدول العربية حتى تكون في مستوى عالي من أجل إصلاح هكذا نزاعات. أكثر من ذلك لابد إدخال آليات جديدة في جامعة الدول العربية. أعود إلى نقطة مهمة كنت أشرت إليها وهي المتعلقة بقضية الصحراء الغربية، حقيقة غير مجدولة في قمة جامعة الدول العربية لكنها مجدولة في الأمم المتحدة، وهذا الشيء معروف في اللجنة الرابعة باعتبارها كإقليم متعلق بتصفية الاستعمار، وبالتالي القمة العربية لن تتطرق إلى هذا الموضوع. ربما تكون هنالك محاولات وما بين الجزائر والمغرب، وسبق للجزائر أن أشارت أنها ترفض أي وساطة فيما يتعلق في هذا الملف، نظرا لأننا كنت قد أشرت وتحدثت على أن هنالك أمور جذرية لابد أن تعالج أساسا، ولا نعالج الأمور من الجانب السطحي، وهذا غير مطروح في المدى القريب أو المدى المتوسط على حسب تصوري. يعني أن حلحلة النزاع والأزمة بين المغرب والجزائر هي مرتبطة بحلحلة موضوع وقضية الصحراء الغربية؟ لا، ليس فقط موضوع وقضية الصحراء الغربية، هو موضوع أممي، الجزائر ليست لها أي علاقة بهذا الموضوع، الأمم المتحدة هي المتكلفة بقضية الصحراء الغربية وبتنظيم الاستفتاء وبما يقرره الشعب الصحراوي. فقط الجزائر هي دولة ملاحظة وهنالك نزاع أمامها، وبما أن هنالك نزاع أمامها لا يمكن للجزائر أن تتجاهله، هنالك الملفات كثيرة ما بين الجزائر والمغرب يجب أن تحل من الجذور وليس هكذا حل شكلي أو حل بروتوكولي فقط من أجل إدابة هذا الجليد الذي نتحدث عليه. لذلك أنا أشرت أن القضية غير مطروحة لا في المدى القصير ولا في المدى المتوسط. الدكتور بهلولي، يعني الرباط وفي أكثر من مناسبة دكتور بهلولي مدت يدها للصلح يعني لطي الخلافات مع الجزائر ودعت لفتح صفحة جديدة في أكثر من مناسبة، وربما أن الخطاب الذي قدمه العاهل المغربي والذي كنتم تحدثتم عنه منذ قليل في عيد العرش هو دعا يعني إقامة علاقة طبيعية بين المغرب والجزائر. ف سؤالي لك دكتور بهلولي، يعني بالنسبة للجزائر التي لم نرى أي مرة يعني حتى في فرصة يعني أنها دعت إلى الصلح مع المغرب، يعني هل تسعى هي للصلح مع المغرب؟ يعني ما مدى استعداد الجزائر للصلح مع المغرب؟ هل هي منفتحة ومستعدة لعودة العلاقات بين البلدين؟ نعم أستاذ سوسن، دعيني أرد على بعض النقاط التي أثرها عبد الحميد والتي أختلف فيها تماما معه ولا تتطابق مع القانون الدولي ولا مع الواقع. فأولا الجزائر إذا كان فيه تقارب مع تونس فالجزائر تقف على مسافة واحدة مع جميع الدول ولديها تقاربات مع الكثير من الدول. أما فيما يتعلق بأن الملف متروك إلى الأمم المتحدة، هذا كنت أشرت إليه أنا سابقا في بداية حديثي لأنه مبرمج ضمن اللجنة الرابعة وسبق أن تحدثنا بكثير منه على قناتكم المحترمة. لكن في إطار التغيرات الدولية لابد أن نشير على أن المنظمات الإقليمية سوف يكون لها دور كبير وفعال ومؤثر في عديد من القضايا التي سوف تعمل سواء مجلس الأمن أو الأمم المتحدة على إحالتها على هذه المنظمات. وعلى سبيل المثال الاتحاد الإفريقي، وأذكرك فقط مؤخرا صدر عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قرار أو سابقة قضائية تاريخية في إفريقيا متعلقة بقضية الصحراء الغربية. هذا القرار منشور على شبكة الإنترنت ويشكل وثيقة من وثائق القانون الدولي التي تدفع بالقضية الصحراوية إلى الحل في إطار الشرعية الدولية. هذا من جهة. كذلك فيه نقطة مهمة أشار على أن الملف
ما بين المغرب والجزائر هو ملف الصحراء الغربية، وللمرة ألف أقول له على أن الجزائر ليس لها أي دخل في ملف الصحراء الغربية، هنالك طرفين متنازعين هما جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، والجزائر هي عضو ملاحظ فقط وتتماشى في إطار الشرعية الدولية وفي إطار قرارات الأمم المتحدة وآخر حكم قضائي صادر عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي أقرت على أن الصحراء الغربية هي أراضي محتلة. هذا ليس كلام، ولكن هذا لا ينفي دكتور بهلولي أن يعني دعم الجزائر لجبهة البوليساريو هو يعني من أكبر أسباب الخلاف بين المغرب والجزائر. أكيد سؤال مهم وجوهري. أولا جبهة البوليساريو، وسبق أن أشرت إلى هذه النقطة، لو نكيفها من الناحية القانون الدولي هي حركة تحررية، وبيان ذلك أنها تحضر في الإعضو في الاتحاد الإفريقي، تحضر في الاجتماعات الدولية على غير اجتماع إفريقيا واليابان، تحضر كذلك في أروقة الأمم المتحدة. جبهة البوليساريو وقعت على معاهدة القانون الدولي الإنساني، جبهة البوليساريو كذلك رفعت دعوة قضائية في الاتحاد أمام محكمة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي وتم قبول دعوتها، وبالتالي هذا يعطي لنا مؤشر أن جبهة البوليساريو هي حركة تحررية وتملك الصفة والأهلية في ممارسة أي شيء. وميثاق الأمم المتحدة يتكلم عن الحركات التحررية، بل أكثر من ذلك ميثاق الأمم المتحدة يلزم الدول ويلزم الشعوب بدعم جميع الحركات التحررية. هذا نقطة أساسية في القانون الدولي وهذه نقطة مهمة. وبالتالي الجزائر لا تدعم الصحراء الغربية فقط، وإنما تدعم الصحراء الغربية وتدعم كل القضايا العادلة والقضية الفلسطينية. هذا الشيء مهم وأساسي. ومؤخرا صدق أشار وزير الخارجية الجزائرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الجزائر تدعم فلسطين، وبنفس الصرامة تدعم قضية الصحراء الغربية. لماذا؟ لأن جبهة البوليساريو هي حركة تحررية وفقا للقانون الدولي، والجزائر لا تخجل أبدا أن تدعم حركة تحررية مثل حركة البوليساريو. أشير إلى نقطة مهمة أشرت إليها وهو فيما يتعلق الصلح. حقيقة لا أحد يرفض الصلح ما بين الدولتين عربيتين شقيقتين ومتجاورتين، هذا مبدأ متفق عليه حتى أنه يدخل في إطار مبادئ الدبلوماسية الجزائرية. لكنني دعيني أن أقول لك شيء مهم، لكن حديثك دكتور بهلولي حقيقة يعني دعني يعني أناقشك في هذه النقطة. حديثك يعني على عكس حديث الأستاذ عبد الحميد العوني، يشير إلى موقف حاد يعني ورافض للصلح، على عكس موقف الأستاذ عبد الحميد الذي تحدث عن سياسات من قبل المغرب يعني من خلال يعني هذه الدعوة يعني تدل على محاولات لفتح باب الصلح مع الجزائر، على عكس ما قدمته أنت يعني كما قلت لك موقف حاد كأنه رافض للصلح مع المغرب. أولا لابد أن نشير أن أنا أشرت إلى حوار أو خطاب العرش عفوا، لكن مؤخرا هنالك وزير الخارجية وأشرت إلى هذه النقطة وأعيدها للمرة الثانية، جاء بشيء مخالف لخطاب العرش. ماذا يستنتج من ذلك صريحا وضمنيا؟ على أن دعوات إلى صلح هي دعوات شكلية، هي دعوات صورية، هي دعوات لا تعالج الأزمات الجذرية. نحن ما نريده للقضاء على بؤر التوتر وللقضاء على النزاعات أن تعالج الملفات معالجة جذرية، هذه نقطة واحدة. الجزائر دائما كانت صادقة في دعوتها للدول العربية، فهل هنالك صدق صادر من المملكة المغربية باتجاه الجزائر؟ أكثر من ذلك أدب بعيد، هل هنالك حسن نية صادر من المملكة المغربية باتجاه الجزائر؟ أعتقد على أنه لا واقعيا ولا قانونيا ولا دبلوماسيا نجد مؤشرات على أن هنالك صدق واضح. لكن تصريحات الملك محمد السادس والتي كانت في أكثر من مرة يعني تدل على حسن نية المغرب للصلح، يعني على عكس الجزائر التي وعلى لسان وزير خارجيتها رمضان العمامرة أكدت في أكثر من مناسبة يعني عدم قبولها لوسطات في حل أزمتها مع المغرب، يعني وهذا يدل ربما على عدم يعني نيتها في حل هذه الأزمة. أنا سبق وأن أشرت إليك الأستاذ سوسن على أن خطاب العرش خالفه ما جاء به وزير الخارجية المغربي أمام جمعية الأمم المتحدة، فكيف يقول أنه يدعو إلى صلح وفي نفس الوقت يتهم الجزائر ببعض الأمور الغير موجودة لا في الواقع ولا في الميدان؟
وبالتالي هنالك تناقض في التصريحات السياسية أو التصريحات الدبلوماسية في المغرب، وهذا يعطي لنا مؤشر أو يعطي لنا دليلا واضحا على وجود سوء النية وعدم وجود صدق، فهذا الشيء أساسي. لذلك أنا أشرت لابد أن تعالج الأزمة جذريا من خلال نية حسنة ومن خلال الصدق حتى يكون هنالك أرضية على الأقل في الحوار. وأنا لازلت متمسكا على أن في الظرف القصير أو في المدى القصير أو في المدى المتوسط على حسب تصوري وعلى حسب تقديري لا يوجد أي شيء من هذه الأمور المتعلقة بالحوار حتى تحل المشاكل من جذورها. كنت أتكلم على نقطة متعلقة بالاتحاد الإفريقي، يمكن مستقبلا أن تكون قضية الصحراء الغربية أمام منظمة إقليمية كالاتحاد الإفريقي الذي شاهدنا مؤخرا فيه موجة للاعتراف باستقلالية الصحراء الغربية، وهذا تأكد من خلال قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهو قرار تاريخي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات باش تخرج عليا بالرأي ديالكم. الناس مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا في فيديو جديد، وديما مغرب.